هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا واسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. عندنا مثل شعبي بيقول اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي. ده أحيانا بنستخدمه كتعبير مجازي بنقوله وبنستخدمه في مواقف كتيرة قوي، يعني زي مثلا لو خدنا مقلب في حد فبنبقى حذرين جدا مع أي حد بنتعامل معاه، لو اشترينا حاجة طلعت بايظة لازم نبص ونفتش في أي حاجة نشتريها بعد كده. إنما هو الحقيقة كمان ممكن ما يبقاش مجازي، ممكن يبقى حقيقي. لو أي حد اتلسع فعلا وهو بيشرب من طبق الشوربة ولسانه جاله فيها قرحة من السخونية ممكن يتعقد من أي شراب سخن في الدنيا بعد كده. ودايما احنا كناس بسطاء بنسقط اي حاجه بتحصل لنا في الدنيا على الاخر، يعني دايما مثلا يقول لك ايه ده النهارده حر نار، امال حر جهنم شكله ايه، ده الشوربه سخنه مولعه واللسعه الصغيره دي قد ايه تعبتنا ومضايقانا، امال نار جهنم لو لسعتنا او شراب اهل النار ممكن يبقى عامل ازاي. احنا النهارده هنتكلم عن شراب اهل النار، حاجه مش من اختراعنا انما هي حاجه جت في آيات القرآن الكريم. فضيلة الشيخ أحمد الصباغ عمل لنا سلسلة عن طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة، وقلنا معقول هنتكلم عن طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة ومش هنقرب لطعام أهل النار وشراب أهل النار، لازم نروح نبص عليها برضو للتذكرة. فضيلة الشيخ أحمد الصباغ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ صلى على الحبيب، قلبك يطيب، صلى على الحبيب أفضل الصلاة والسلام، توكل على الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصل على الحبيب قلبك لطيف صلى الله عليه وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام. شراب أهل النار، معلش برضو بكرر تاني بعد إذن حضرتك السادة المشاهدين ما يزعلوش مني عشان خاطري، معلش أنا مش من عادتي أبدا التنفير أو التخويف، بس من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شراب أهل النار رقم واحد، أتاري أهل النار في النار يشربون نار. أهل النار في النار لهم أشربة أصناف وأنواع. رقم واحد المهل، وكله من القرآن عشان ما حدش من القرآن. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، لما أكلوا المرة اللي فاتت الزقوم والضريع وطعاما ذا غصة، وقف هنا في الحلق الطعام، طب عايز أبلع أعمل إيه؟ يستغيثوا وإن يستغيثوا يغاثوا، بس بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. أمال لو المهل، إيه هو المهل يا أستاذة؟ هو الزيت الذي سود من شدة الغليان. طب ده إذا كان سيشوي الوجوه، أمال لما يدخل على الأمعاء هيعمل ايه؟ يبقى اول حاجه المهل، اللهم اعزنا منه يا رب العالمين. اتنين بقى الحميم، قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. طب ازاي هم يشربوا الحميم ويقطع الامعاء؟ ما فيش قدامهم غيره. يبقى المهل رقم اتنين، الحميم رقم ثلاثة، بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق. ايه الغساق يا استاذه؟ هو ما يسيل من بدن وجسد اهل النار في قعر جهنم والعياذ بالله. يبقى المهل، يبقى الحميم، يبقى الغساق. هناك اشربه اخرى لاهل النار؟ اتفضلي لو حضرتك. لا انا يعني لفت نظري ان كلمه حميم جت في اكثر من ايه، من ايه كتير، يعني والذين كفروا له شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ويصب من فوق رؤوسهم الحميم. ده كمان مش هيشربوه بس، ده هيغتسلوا بالحميم ده. واولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب بما كانوا يكفرون. نعم، يعني نعم. كلمه حميم ذكرت اكثر من مره. نعم. وايه كمان بقى؟ يبقى قلنا المهل، قلنا الغساق، قلنا الحميم، ايه كمان يا استاذه؟ الصديد. يا ساتر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ويسقون من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني مش مستسيغه
ولا قادر يشربه بس ما فيش قدامه غيره سبحان الله. ويسقون من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بمعنى ايه ويأتيه الموت؟ مش هو كان هو ميت اصلا؟ الله يفتح على حضرتك. ويأتيه الموت يعني ايه؟ الانسان لما يشرب حاجه زي دي في الدنيا يموت. هيموت. انما اهل النار يتمنون الموت فلا يجدوه. لان لو مات هيستريح طبعا، لو مات خلاص هينقطع العذاب. كما قال الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ايه كمان يا استاذه؟ العين الآنية. الآنية التي فارت. هل أتاك حديث الغاشية؟ كل قرآن هو. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آنية يعني إيه؟ وصلت إلى درجة عالية من الحرارة، إلى أقصى الحرارة. طب أنا أهل النار مش هياخدوا فسحة كده يعني؟ قال يطوفون بينها بين النار وبين حميم آن. يعني ايه يطوفون؟ يعني لو عايزين يستريحوا من النار مش هيلاقوا قدامهم غير الحميم اللي هو الشراب الان الذي وصل الى درجه عاليه من الغليان والعياذ بالله. في بقى اشربه تانية خاصه ربنا خصصها لاصناف معينه. مين الاصناف دي يا جماعه؟ انا بقبس الحديث ده النهارده لمدمن الخمر، لمشرب المسكرات. والحديث عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان على الله عهد. أتاري الجماعة بتوع الخمر والمدمنين والمسكرين يوم القيامة لهم جناح في جهنم لوحدهم وشراب خاص خير. عارف اسمها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق وصديد أهل النار. يا ساتر يا رب. إلا إذا تاب. باب التوبة مفتوح. ومين كمان اللي هيبقوا جنبيهم بيشربوا نفس الصنف ده؟ المتكبرون والمتجبرون على الناس. والحديث عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور رجال يغشاهم الذل من كل مكان. يطأهم في رواية يطأهم الناس بأقدامهم وذلك لهوانهم على الله. يسقون أو يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس ب واو لام سين مع فتح اللام. ويسقون من عصارة وصديد أهل النار وهي طينة الخبال. يا ساتر يا رب. يا رب نجينا يا رب يا رب. إلهام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كان لي سؤال كده عن الغيبة. إن الواحد ممكن يغتاب حد يعني. ايه الحاجه اللي ممكن الواحد يعملها يعني يكفر بيها عن الذنب ده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين لو انا ليا حد من اصدقائي في القعده بتاعتهم يعني انا ما بشتركش بس ببقى موجوده فهل انا كده عليا ذنب؟ حاضر. طيب حاضر. شكرا لك يا الهام. الغيبه هي اسمها الغيبه. الغيبه اسمها الغيبه. الغيبه ايه مشكله الغيبه يا استاذه؟ يا جماعه يا اللي بتتكلموا في حقوق الاخرين يا عصافير، يا اللي بتتكلم على زميلتك، يا اللي بتتكلمي على زميلك، يا اللي بتنهشوا في لحوم الناس. شوف ربك يقول ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعض. اصعب تصوير جاء في القران. احنا شفنا اللي بياكل لحم احدكم ان ياكل لحم اخيكم ميتا. ده اكل لحم الميت اهو. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف التصوير الشنيع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في الحديث أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني وهو غائب. فقام واحد قال له يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو أنا بقول ده ابن 60 في 70 وأنا ما كذبتش، أنا شايفه بعيني والله. عارفه سيدنا النبي قال له قال له ان كان في اخيك الغايب اللي انت اتكلمت عنه ده ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان هو الكذب المبين. طب اعمل ايه بقى؟ الست بتقول المتصله بتقول انا ببقى قاعده وهم جايبين سيره احمد او سيره سين من الناس، انا ما اتكلمتش. لا يا فندم، انت مشاركه في الغيبه باذنك. ما هو الغيبه يا جماعه مش باللسان، في وغيبه بالعين وغيبه بالاذن وغيبه بالقلب. طالما انا قاعد يبقى انا موافق. ولذلك كان احد الناس الحكماء يقولوا ايه؟ لا تخبرني بمن تكلم في غ... في... في غيبتي
ولكن اخبرني لماذا تكلم امامك انت عني. طب فكرة ان واحد يرد غيبة فلان. لسه هقول اهو بقى. واجب علي ايه بقى؟ يا اما اقوم يا اما ارد. ارد ازاي؟ مش لازم ادافع اقول الراجل بريء، اقول الله يسهله، الله يسهلها يا جماعة، محدش شاف حاجة، ربنا اللي هيحاسب العباد. اعمل ايه ده بقى يا بشراك يا اللي بتدافع عن اي حد؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ذب ذب، يعني دافع او ايه دافع عن اخيه في غيبته. من ذب عن عرض اخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. يوم القيامة النار تيجي تقرب له بعيد. ده كان بيدافع عن الناس، حتى لو انت متأكد ان هو مدان برضو دافع عنه. من باب الستر، من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انت ما تعرفش لو انت اتحطيت في نفس الظروف اللي فيها فلان ده وقع، كنت انت هتعمل ايه؟ ولذلك لا تنتقد احد الا بامرين، الا بشرطين، احفظوا الشرطين دول قوي. لا تنتقد الاخرين الا بشرطين: ان تكون انت خاليا من ذلك العيب، وان اذا وضعت في مثل هذه الظروف ماذا تفعل اذا كنت مكانه. لا يعني ايه؟ يعني انا اقدر انتقد اي حد؟ لا، امال ايه؟ ما انا بقول بشرطين. الشرط الاول ماشي، ان تكون خاليا من العيوب. ايوه، ما فيش حد خالي من العيوب، يبقى خلاص، يبقى الباب مغلق. اتنين، لو انت مكان تقعد تقول لما تيجي تدافع عن حد: انت بتدخلي نفسك في القصص دي ليه؟ انقي بنفسك من هذا المستنقع. فانت بتبقى بتدافع عن حد، يا جماعه عيب، الست دي محترمه، الست دي كويسه. اقول لحضرتك انقي بنفسك، انت بتدخلي مع اتقي الله. اتقي الله. طب انا اقول لحضرتك حاجه. ابو جهل اظن بيه يعني فيه كل المشاكل وكل العيوب وكل البلاوي، من اهل طبعًا النار والدنيا خربانه يعني. عكرمه ابنه جاي يدخل الاسلام، وسيدنا النبي قاعد هو والصحابه. عارفه سيدنا النبي، شوفي يا فندم التنزه، شوفي بقى الجمال. فسيدنا الصحابه لقوا عكرمه جاي، قالوا فلان ابن ابوه الكافر الفاسق، ابوه ابو جهل اللي في النار. عارفه سيدنا النبي قال لهم ايه؟ هم كده ذكروا ابو جهل، واللي قالوا ابو جهل ده كافر اهو. عارفه سيدنا النبي قال لهم: ان عكرمه ياتي ليدخل الاسلام، فاذا هو اتى فلا يذكر احدكم اباه امامه بسوء. فان السب لا يصل الى الميت ويؤذي الحي. هو واحد من غير عليه افضل الصلاه والسلام، اهو من غير عيوب اهو، اهو وهو له الحق ان هو يقول ما يشاء. وابو جهل عليه كل العيوب اهو، قال لهم ايه؟ هو قال لا، وميت وكافر وفي النار، قال لهم اوعى حد. وسيدنا النبي كان يقول كده يا استاذه، يا سلام مش لو نمشي على القاعده دي. سيدنا النبي كان يقول ايه اول ما يطلع بقى خطيبا للناس؟ يقول: ايها يا اصحابي، لا يخبرني احد من اصحابي عن احد شيئا، فاني احب ان اخرج عليكم وانا سليم الصدر. الله. عارفه يا استاذه المثل البلد الجميل بحبه قوي، بيقول لك، سامحيني في اللفظه ديت، بيقولوا: ما شتمك الا اللي بلغك. الا اللي بلغك. ده كتيت على طول تقول الله. انا دعاء هانم اتكلمت في حقي انا كلمه وحشه سمعتها الحاجة فلانة، تيجي تقول لك ليه؟ هي تدافع، الصح ان هي تدافع عني من ورايا وما تقوليش. أيوة، لان صح. لو قالت لي هتغير ايه؟ طبعا هتغير نفسي. ما هو التوقيع بيجي من هنا. يبقى هي هي بتفرح، ومن قال لك قال عليك، او من نم لك نم عليك. زي ما قعد مع الدعاء واتكلم على احمد، هيجي برضه على احمد، اصل دول بياكلوا على كل الموائد. طبعا الصح طبعًا ان انا اقطع. حتى لو انا قعدت في جلسة غيبة وما اتكلمتش، انا مشارك ويعني وساعاقب امام الله سبحانه وتعالى. سماح، خير؟ اهلا، مساء النور. زي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. انا كان عندي مشكله كنت عايزه اقولها لفضيله الشيخ. اتفضلي يا فندم. انا متزوجه حوالي سنتين، ساكنه في بيت عيله، حماتي ساكنه معايا. عندي مشكلة انها دايما بتحب تتدخل جدا في حياتنا. بحس انها بتحب توقع بيني وبين جوزي، يعني لو انا قلت اي كلام معاها احس يعني ممكن تروح تقوله بطريقة تانية، فهو ممكن يشيل مني. بتبقى دايما عايزة كل اللي يجيب حاجة، يعني كل ما يجيب حاجة عندي في البيت لازم يجيب لها زيها. فطبعا دي مصاريف برضو زيادة، مش عارفة يعني عايزة اكلمه في الموضوع دوت، بس مش عارفه هل ده صح هل ده غلط. هل ده كده يعتبر ذنب عليا ان انا مثلا اقول له ما تجيبلهاش؟ انا ما بقولش ما يجيبلهاش، بس بنفس يعني الكميه ونفس الطريقه وكل حاجه، ما برضو احنا احتياجات يعني. بس فكنت عايزه اعرف اتعامل ازاي، وخصوصا ان انا مش هعرف ابعد عنها، انها ساكنه معايا في نفس البيت وبرضه مامته. حضرتك اسالك سؤال يا فندم، سؤال بعد اذن الاستاذ يعني. سؤال، اتفضل. طبعا. حماكي موجود يا فندم؟ نعم. حما حضرتك موجود؟ لا، المتوفي.
طيب الله يرحمه. طيب هل الست دي عندها اولاد تانيين اخوات جوزك متجوزين؟ في نفس البيت؟ نفس البيت. وبرضو نفس الحوار ده بيحصل؟ طيب يا فندم حاضر حاضر. طيب احنا عندنا جزئين. جزئيه الحته دي مهمه جدا. ايوه التدخل في شؤونك حاجه، وجزئيه انه الابن يجيب لمامته دي قصه تانية. تمام. عايزين برضو نحلها لانه هي بتقول واحنا عايزين نلحقها قبل ما تقول. اقول له ما يجيبش ولا ايه؟ واحنا دينا احتياجات. فحضرتك رد على نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي سالوه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قالوا له ما اعظم حق على الرجل وما اعظم حق على المراه؟ اكتر واعلى حق على الراجل مين؟ واعلى حق على الست مين؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم حق على الرجل امه. امك طبعا. ثم امك ثم امك. ولو ما فيهوش خير لامه مش هيبقى ليه خير في زوجته. طبعا. ده واحد بس بالمعروف. اتنين بس المعروف ده مين اللي يحدده؟ الزوجه؟ لا مش الزوجه. بس لا. اعظم حق على الرجل امه. واعظم حق على المراه زوجها. طب انا اعمل ايه بقى عشان نحل المعضله؟ دايما انا بقول الحته دي في برنامج حضرتك. بقول الزوج هو رمانه الميزان. تمام. يعني الزوج ينقل الخير اللي قالته امه لزوجته ما ينقلش الشر. طبعا. وينقل الخير اللي قالته زوجته على امه ما ينقلش الشر حتى ويجوز ان يكذب في هذا. يا ماما والله ده زوجتي بتحبك حب، والله ده وهي بتقول ده بنت لذينه، والله ده بتحبك يا ماما، ده انت في كم مامتها، ده بتدعي لك، كنا مصلين امبارح والله في الفجر ودعاك لك. ويقول لزوجته والله ده ماما كانت معايا وبتطمن عليك وما حصلش الكلام ده، يجوز؟ ايوه يجوز. وعايز اقول لحضرتك سامحوني انا امهاتي على راسي، الستات اللي بيسمعوني الامهات والحموات المحترمات، بقول لكم سيبوا اولادكم شويه في بيتهم يا جماعه. البنت لما اتجوزت طبعا. البيت مملكه ليها، البيت عرشها، البيت سكنها، ليسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. بس انا عايز اقول لحاجه، اقول لك حاجه يا زوج، كل الازواج وانا منهم، خد بالك زوجتك لها حق وامك لها حق. خد بال حضرتك، فلا حق امك اعزكم الله يؤثر على حق زوجتك، ولا حق الزوجه يؤثر على حق الام، من باب فاعطي كل ذي حق حق, حق. طيب انا كزوجه ابعد زوجي عن امه؟ لا لا، ما تعامليها كأمك. الفكره بس انه تعامل مراتك ابنها كبنتها. خلاص لا هي طبعا ايه، ممكن الست تكون بتقدرهم، تتكلم، تضايق، مش عارفه ايه غيره كده. كل ده ممكن يعني يضايق طبعا الزوجه، الا الحاجه الوحيده اللي ما تضايقش انه الزوج جوزها يجيب لامه مثلا فاكهه، يجيب لها زي ما بيجيب لها يجيب لامه. الحاجات دي على فكره تفرح بيها. هل القضية لأن بتزود الرزق. جميل يعني. جميل جدا. بس هل هو يبقى بيته محتاج ويدي والدته مثلا ولا بالمعروف؟ ثواني بس. هو وما ملكت يداه. ثواني أصلا هقول لحضرتك حاجة، إن هو البيت يبقى محتاج، وفي نقطة مهمة دعاء، أنا معلش لازم أقولها، وأمه تطلب منه فبيروح يديها. نقول دي الأول بس، هل أمه محتاجة؟ أنا بس عايز أقول لحضرتك أحيانا بتبقى الأم أغنى من الابن. أنا ما أعرفش طبعا الأم أغنى من الابن. بتحصل. بس أنت أحيانا تلاقي البيت محتاج وهو امه تطلب منه فيجري يديها، فربنا يخلف عليه في بيته. طبعا طبعا ده ويفتح له باب رزق فظيع لان امه راضيه عنه. انا واولادي وزوجتي وما املك ووظيفتي وكل حياتي تحت رجل امي، الزم رجليها فسم، دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش خلاف. يا من تبحث عن مفتاح الجنه لا تتعب نفسك في البحث عنه فانه تحت قدم امك. ده ما فيش يعني مشكله. يعني هي المفروض بس تفرح بحته انه يجيب لامه، مش مشكله الام غيوره مش غيوره، بتطلب ما بتطلبش، ما تمنعش الخير ده. بس الفكره انه ربنا هيخلف عليه وهيبقى اولادها بيعملوا معاها كده. وهتحس بقيمه ده. يعني احنا عشنا في بيوت، وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه يا فندم، احنا عشنا في بيوت كانوا الاب يجيب للام، احنا متربيين على كده، وكان الخير رهيب من ورا الموضوع ده. وعايز اقول لحضرتك حاجه والله، كل ما يعطي امه ربنا هيخلف عليه. ولو ملوش خير في والدته صحيح عمره ما هيبقى ليه خير فيكي. وخدي بالك كما تدين تدين، هتدور الايام يا فندم. وهتبقى حما وهتشربي من نفس الكاس. فبقول للحموات سيبوا من الزوجات. وعايز اقول لحضرتك حاجه، مش لازم الزوج يا فندم، ودي مهمه، مش لازم كل ما اجيب حاجه لامي اقول لزوجتي انا جبتها. ومش لازم اجيب كل هديه لزوجتي اقول له يا اما انا جبت لمراتي كذا. هو الزوج هو الايه؟ هو المحور، هو يعمل لله سبحانه وتعالى. ما تزعليش يا سماح من الراي اللي ممكن ساعات احيانا الستات تتصل تبقى يعني زهقانه ونفسها حد يقول لها كلمه يقول لها صح عندك حق،
بس الحق ما يزعلش. الامهات باب خير كبير جدا. وعامليها بقى بص يا فندم باب خير. عارفه الام الكبيره الحمه دي تكسبها بكلمه، تكسبها بدعوه، تكسبها بابتسامه عشان تكسبي دعوتها وتبقى والدتك يقوم تاخد البركه بتاعتها بس. وهتشربي من نفس الكاس، من نفس الكاس ان شاء الله. ربنا يحفظك. فضلت الشيخ احمد الصنباغ بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا حالا دلوقتي بشكركم، انما بعد الفاصل فقرتنا مستمر. موجودة النهاردة مع حبايبي محاربات مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي والكشف المبكر. الحقيقة ان هم موجودين النهاردة في رحلة اسمها رحلة البر. رحلة البر دي بتقوم بيها نعيمة كامل مصممة الأزياء وزوجها أحمد عادل الموزع الموسيقي، والحقيقة بيدعو كل مرة مجموعة من الفنانين علشان يدخلوا السرور على قلب المحاربات. يلا بينا نحضر معاهم الرحلة الحلوة دي واليوم الجميل ده. الموزع الموسيقي احمد عادل وصاحب فكره رحله البر، انت اللي صاحبها ولا مراتك اللي صاحبتها؟ والله بص حضرتك، هو احنا الاثنين، في حد قبلينا كمان الاستاذ وليد عبد المنعم، ده واحد صديقنا وهو بصراحه هو اللي جاب الفكره ديت، وكان معانا من سنتين ثلاثه برضو عملنا فكره زي كده، كانت رحله الامهات المثاليات، وهو كان مره عندي في المكتب وبيحكي لي عن الموضوع دوت، على الموضوع ان احنا نبقى نكمل موضوع الرحلات ديت، فجت فكره موضوع رحله البر. وابتدينا بقى، كلمت انا نعيمه وقلت لها تعالي بقى نبتدي زي ما عملنا قبل كده زمان نكملها بقى السنه دي بشكل مختلف. يعني في ناس تقول لك ايه، لا احنا ندفع فلوس في علاج حد، في مثلا تسقيف بيوت، في ميه، هنقعد ندفع فلوس في فسح وممكن يسموها كلام فارغ ولا ايه؟ قول لي كده يعني وجهه نظرك. بص حضرتك، ده احنا بندفع فلوس بقى في حاجه تانية اقوى من الكلام ده، جبر الخاطر. هو جبر الخاطر هو الكونسبت بتاع الموضوع. الناس كتير قوي ما بتبقاش مدركه قد ايه اللحظات السعيده ديت كبيره قوي حتى عند ربنا وديننا، يعني اكيد هيك طبعا اعرف مني بالحاجات ديت يعني. فجبر الخاطر للناس ديت بالنسبه لنا كانت حاجه يعني كونسبت او هدف تارجت عايزين نوصل له، دي نقطه. جبر الخاطر كمان للناس اللي بتيجي تشارك، ان هم مش بيصدقوا ان هم ممكن بوقت صغير من وقتهم ان هم نفسهم يسعدوا ويسعدوا الناس اللي بيبقوا معاهم. فهي دي الفكره كانت كلها في الحته دي، ان احنا نجبر خاطر. يمكن بندفع فلوس عشان نجبر خاطر، ومش احنا بس، احنا طبعا الناس كتير معانا بيشاركوا في العمل دوت، احنا بس مجرد ان احنا بنقول. وطبعا نعيمه بتشيل الموضوع كله تنظيما واداره وكل حاجه، يعني جزاها الله كل خير، ولكن احنا كلنا مع بعض في الحته ديت، ووليد عبد المنعم طبعا. ليه اخترتوا بهية انكم تطلعوهم معاكم؟
بصي، هو كل مرة بيبقى فيه فكرة معينة يعني، فهي كانت الفترة ديت نعيمة كانت مرتبطة ان هي بتروح تزورهم، وكان في معاكم مؤتمر تقريبا، وكان في بعض الأنشطة ليها، فاستقرينا ان الرحلة الثالثة تكون معانا المحاربات بتوع مستشفى بهية، ونتبسط بيهم ويتبسطوا بينا، ونقضي وقت جميل مع بعض. انت عارف انه برضو مش حكاية جبر خواطر، انتوا بتعملوا نوع من العلاج، الناس دي بتتعالج. العلاج النفسي هو يعني خطوة مهمة جدا في العلاج البدني بعد كده، فكمان إلى جانب جبر الخواطر في علاج، فربنا يكرمكم. هي بص، احنا بنبتدي نقول رحلة خير، وربنا بيفتح بقى يعني، بيفتح في كل حاجة تفاصيل، زي ما حضرتك قلتي كده، ان دي بقت حاجة يعني نفسيا ليهم، بتسعدهم يعني، دي حاجات بقى فتحات بقى من عند ربنا يعني، ربنا يتقبل. ودايما انتم معانا، ومبسوطين ان انتم موجودين يعني متواجدين معانا، وبنشكركم. أنا مبسوطة بوجودي في وسطكم، ميرسي أوي. نعيمة كامل مصممة الأزياء، وزوجة أحمد عادل الموزع الموسيقي، ومن المؤسسين ومن أصحاب فكرة رحلة البر. يا حبيبتي يا نعيمة، أنت عايزة أسألك، أنت كل أسبوع في حتة، شكل كل أسبوع واخدة دار مسنين، واخدة يعني أمهات، يعني واخدة أي حد، واخدة أيتام، واخدة كذا. النهاردة الدور على مستشفى بهية. أنت جوه مستشفى بهية ليكي نشاطات؟ كان أول نشاط يا دعاء مع إيمان، ربنا يبارك لها بجد، فكرة بهية بوتيك. فأنا كنت بخاف أروح المستشفى بصراحة، بس تشجعت معاها ورحت وشفت الناس هناك، لا اتبسطت جدا. وكنت يعني بخاف من المرض يعني ده بالذات بصراحة، بس لا يعني أنا رحت واتبسطت جدا، وقلت لها لا احنا معاكي في أي حاجة. فجات لي بقى فكرة ان احنا نعمل رحلة البر الشهر ده مع بهية، اني لا نساعدهم بقى، هما كمان هما لازم يتبسطوا. هاخد كلمة كنت بخاف، لأنه ناس كتيرة ممكن تكون تتفرج علينا ويقلقوا يعني الشر بره وبعيد، وكأنه الموضوع يعني دايما أقول أنه فكرة سرطان الثدي دي ما بنسمعها نقول مش تبعنا، أي واحدة جالها هو ما كانش تبعها. الفكرة أنه إحنا لما نروح للناس ونعرف يعني ألمهم، وهما بيفكروا في إيه، وإيه اللي ممكن يسعدهم، وإيه اللي يبسطهم، الموضوع يعني بيختلف خالص يعني. بصي، أنا كان عندي تجربة خالتي الله يرحمها، هي ما توفتش بيه أصلا، بس هي كان عندها، وكان تجربة عشناها سنة ونص. بس الفكرة من بعديها أنا يعني زي ما قلتلك اتخذت كده، بس لما روحت هناك لا بالعكس، ده في بهجة وفي سعادة. حتى النهاردة وإحنا بنقول مش عايزين نعيط، عايزين نفرح، وعايزين اليوم يبقى فيه بهجة، وقلنا لهم نلبس بينك زيكم، ونحط العلامة بتاعي يعني. لا الوضع عندي اختلف تماما، فبقول لكل واحدة بجد هي خايفة أو متاخدة أو كده، لا لازم تروحي وتتفرجي، وعايزين كل الناس تشارك طبعا في بوتيك بهية. فكرة بوتيك بهية، وإن شاء الله نعمل عنها حلقة، إنه يعني أي حد عنده لبس كويس مش قديم، لبس كويس ممكن يستغنى عنه، ممكن يكون جاي له هدية، ممكن يكون عنده كتير ربنا يزيد ويبارك، وممكن يعني يستغنى عن قطعة قطعتين تلاتة يحطها في البوتيك، والبوتيك ده بيمد المحاربات اللبس ده بكوبونات وبالمجان بشكل يعني محترم وراقي وشيك. انت كشفتي كشف مبكر ولا ما كشفتي؟ لا كشفت من سنة ونص، عشان كان عندي حاجة لا يعني حاجة مش حميدة يعني، الحمد لله. فلا بكشف بس بعيد عن المستشفى، بس قررت اروح المستشفى بقى. لا ان شاء الله احنا يعني دورنا، بما ان انت بقيتي داخلة معانا وبتعملي رحلات، كل دورنا توعية الناس، توعية الستات، موضوع ما يخوفش خالص، بالعكس احنا لو حتى في حاجة وتعرفت بدري احسن بكتير قوي من احنا نفضل مرعوبين وخايفين، والموضوع يتطور ويحصل لا قدر الله انه يدخل في مراحل متأخرة. انا شايفة ستات بترقص وبتهيص ومبسوطين، لا وايه كانوا في عمرة، الحمد لله العمرة اللي احنا كنا مطلعينها في برنامج بهية، ورجعين المفروض تعبانين ميتين. احنا كنا خايفين عليهم العمرة يجوا يعني، فانا شايفة الاداء
بسم الله ما شاء الله، ادخال السرور على قلب الناس يا نعيم. الخواطر جبر الخواطر. انتوا حافظين انت وجوزك قال لي نفس الكلمه. بص عشان ده في بيتنا احنا بنحب كده، هي جبر الخواطر دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي انا واحمد. حتى لو معكيش، حتى لو انت الدنيا عندك بايظه، لا انت جبر الخواطر دي اهم حاجه، فبالنسبه لنا دي حاجه مهمه جدا. وانا مبسوطه ان انت معايا النهارده، ومبسوطه بايمان، ومبسوطه بكل صحابي بتوع رحله البر اماني سعد. بساله انا كنت بساله بقول له في ناس تقول لك وانا ادفع ليه في رحلات وفسح وكلام فارغ، انا ادفع في تسقيف بيوت، في ادخال ميه، في تزويج حد، في كده اللي انتوا بتعملوه ده يعني رفاهيه الرفاهيه. هل دي رفاهيه الرفاهيه؟ لا مش رفاهيه خالص. بصي اول شهر انا رحت زرت دار مسنين، هم محتاجين وعملنا لهم اللي هم عايزينه، بس هم كانوا محتاجين اكتر ان هم يخرجوا ويحسوا ان الناس حاسه بيهم، ان هم لسه موجودين. فواحده منهم قالت لنا يا ريت تشوفونا كل شهر، يا ريت تزورونا، يا ريت ان احنا نشوفكم. لما خرجوا جالهم هدايا، وعارفه انت الطفل الصغير لما يجيله هدايا وبتاع وهم روح مبسوط ازاي، هم كانوا عاملين كده. زي النهارده انا يعني انا شايفاهم مبسوطين وفرحانين، ولما شافوا الفنانين انبسطوا اكتر، وكل واحده فينا مقدمه لهم هدايا، وكل واحده مشاركه. احنا عاملين جروب اسمه رحله البر على الواتساب، كلنا في حاجه واحده، مش فكره نعيمه ولا فكره اي حد، كلنا حاجه واحده، كلنا بنشارك مع بعض. وبشكر عادل عبد الله هو واقف قدامي علشان هو بصراحه ساعدني الرحله دي جامد جدا، وبيحاول يكلم الفنانين ان هو يجيبهم عشان يدخل البهجه والسرور برده على الناس. فانا مبسوطه الحمد لله النهارده ان اليوم عجب الناس. وباشمهندس ماجد بيقول لي كان اول حدث يحصل كده في بهيه ان الناس تتبسط كده، يعني ده يوم فعلا بالنسبه لهم ترفيه، حاجه حلوه قوي. انا داخله حاسه ان في فرح جوه يا جماعه، انا جايه على خروج عاديه والناس هتبقى قاعده على ترابيزات وكده وبياكلوا وهنروح، دخلت لقيت فرح وريكو وحماده هلال. لا فرح فرح ورولا سعد صحيح. لا دلع ما بعده دلع، وجبر الخواطر على الله دايما زي ما بيقولوا. ربنا تقبل يا نعيمه يا رب. امين. صحبه في الدنيا وفي الجنه يا رب. امين. شكرا يا نعيمه. انا اللي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير، بتقولي معادي الشغل وكم يوم وبلاش تاخير، قلت لها راح اقول قايم بس مسكت تقول ازاي، قالت لي تشرب ايه وتيه، انا بشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي. انا معايا النجمة حمادة هلال في رحلة البر اللي عاملينها لبهية. والحقيقة حمادة هلال انا هسألك اسئلة مختلفة يا حمادة، ايه سر ان كل الامهات بتدعي لك وبتحبك؟ امك كانت داعية لك يا حمادة؟ يا رب. احكي لي علاقتك بمامتك كانت عاملة ازاي؟ بتدعي لك شكلها وراضي عنك، لان كل امهات مصر بيحبوا. يا رب يديمها، دي نعمة من عند ربنا، ويطول في عمر امي اللي هي سبب الخير اللي الواحد فيه الحمد لله. انت كنت كويس وانت صغير، مش شقي ومش تعبها؟ لا بالعكس، هي تعبها جدا. ما فيش طفل ما كانش شقي، يعني انا شايف الشقي ده بيبقى في الاخر بيطلع هادي. كلمني اكتر عن فكره ان انت يعني ممكن تيجي حاجه ببلاش او تحضر حاجه دعوه عشان تسعد بس الستات. والله يعني هي مش ببلاش، دي بفلوس كتير. والله لا دي فلوس، يعني الناس دافعين كام انتوا حضرتك؟ ده طيب اهو في احسن من الادعيه دي. ربنا يكرم. لا والله الواحد بيجي والله فعلا هو محتاج اللحظه دي قبل ما، يعني انت داخل بطاقه وخارج بطاقه تانية، يعني انت داخل بحال وخارج بحال تاني. لما تكون بجد من قلبك تكون سبب لفرحه حد، دي جبر الخواطر، دي اهم شيء في الدنيا يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا، انت منور بهية. انا عايزك توعدنا انك تشرفنا بهية قريب، لان المحاربات هيفرحوا قوي، وزورهم في جلسه الكيماوي وهم بياخدوا الكيماوي ترفع من روحهم المعنويه، ويا ريت تيجي وتجيب معاك حد من حبايبك. حاضر والله. جاهز؟ قال لك جاهز. جاهز يا ريت والله العظيم انا جاهز، وربنا يجازيكم بخير يا رب. ربنا يجازيك خير يا رب. الفنانة بدم خفيفة بوش سمح ده ريكو جاي للستات يفرحهم، صح؟
الحمد لله طبعا جايب كل حب وسعيد لانها اول مره بالنسبه لي، بس مبسوط والله لاني سمعت عن رحله البر اللي اتعملت في حاجه كويسه بتربي كميه حب كبيره للناس عشان نقضي على الياس في حياتنا ويبقى في امل دايما ان ربنا سبحانه وتعالى موجود برحمته يخفف عننا ويخفف عن كل الناس. ريكو انت في وسط الستات، انا داخلة لقيت الستات طالع منهم كمية طاقة وتنطيط وبهجة ويعني بيتنططوا، يعني اللي يشوفهم يقول بنات صغيرين، انت طلعت منهم كل الحاجات الحلوة. والله انا كنت داخل عليهم برضو بتعامل معهم وهم بنات صغيرين والله. وعارف ان رحلة العمرة ما شاء الله مديهم طاقة ايجابية، وانا سعيد طبعا ان ده حصل، لان انا كنت الحمد لله من شهرين في عمرة، فعارف قد ايه بتدي طاقة، ويا رب يجعلها في ميزان حسناتهم ويكرمهم ان شاء الله بالغفران ويقويهم على اللي هم فيه. اللهم تقبل منك العمرة، واللهم تقبل منك اللي انت عملته النهاردة، لانه ادخال السرور على قلب الناس ده حاجة كده يا رب ربنا يتقبلها، ودي يعني من احسن او من اجمل الحسنات اللي ممكن الواحد يعمل. اكيد طبعا، لان البني ادم اللي في سن العجز او في سن المرض ربنا قوي على اللي هو فيه، فاعتقد ان كل الناس مطالبة ان هي تعمل كده، مش انا الواحد يعني، دي دعوة لكل الاساتذة الفنانين والكباتن الرياضيين ولكل الشعب المصري تقريبا، لان دي سمة الشعب المصري العاطفة القوية الحمد لله، يعني ربنا ما يحرمنا منها أبدا. شكرا يا ريكو، منور دايما. مليلي يا حوشي حبيبك يا حبيبي، ولا خايف حبيبك، أنا موجودة هنا بقى في وسط الحلوات دول، المحاربات الحلوات. أنا رحت الواحدة في كل واحده، رحت لهم بيتها صح ولا غلط؟ صح. ايوه بشرتكم بايه؟ بالعمره. انا لسه عارفه انكم راجعين النهارده من العمره، لسه جايين راجعين على هنا. قال لنا روح عشان الحلوه جايه. حلوه جايه. والله نقول يا رب تيجي، ما لنا هنا بينا نقول يا رب نيجي نلاقيكي تيجي. والله العظيم حبيبتي ربنا يكرمك زي ما كرمتك. اتاري ان هي بتقول لي انا عامله لك مفاجاه، قلت لها مفاجاه ايه دلوقتي؟ قالت لي القمر دعاء فاروق. أيوة. وحماده هلال. الله. احكي لي كده عملتي ايه في العمره؟ عملتي في العمره؟ عملتي ربنا كرمني باحلى حاجه زرتها، صليت على السجاده الخضراء الرضا من الجنه دي، ربنا بعتها لي هديه من عنده عشان تعب وشقايا، وانت عالم يا رب. ومش بشكرك وبشكر مستشفى بهية وبشكر كل الايد اللي بتتمد لينا بالخير، واديني حجه تاني يا رب، يا رب اديني حجه تاني يا رب على ايديهم يا رب بعد ربنا. انت بقى احنا كنا خايفين عليكي، قالوا لنا دي مش هتقدر تعمل العمر. انا اكون مع احلى بهيات وما بقاش حلوه؟ ده انا حلوه بيكي انت. لا لا يعني الحمد لله. الحمد لله العمره ايوه عملت العمره ونزلت، كنت اقعد من صلاة الجمعة لغاية العشاء وانا قاعدة في المسجد واقرا قرآن. من صلاة الجمعة من صلاة الجمعة ايوه عملتها في مكة، وعملتها في عذبوني اللي اوديته مني وبرد، مش انا اللي تهت مني. عملتي ايه؟ انبسطتي انت؟ قلتي لي اول ما دخلت لك، فاكره؟ اول ما دخلت البيت قالت لي انا عايزه اطلع عمره. انا لسه انا جايبها لها مفاجاه ومش عايزه اقول لها. الحمد لله. تقولي اول ما دخلت انا عايزه عمره. ربنا ما يحرمناش منك يا حبيبتي، وما يحرمناش من اللي طلعونا. الحمد لله. ويرحم بهية ويخلي بهية كلهم، وربنا ما يحرمناش منك. ايه يا نادي حبيبتي، فاكره الحلقه؟ يا حبيبتي انا فاكراها بقى. يا نادي ربنا يرضيك يا رب يصلح حالك. واخواتك وصلوكي العمره؟ كلهم والله. ها؟ بالزغاريط والله. لا والله. والله العظيم. اه والله. وجوزي كمان برضو والله العظيم برضو. يعني اقول لحضرتك ايه، هو اللي حضر لي الشنطه، انا ما اعرفش الشنطه فيها ايه اصلا والله العظيم، ورحت فتحتها هناك لقيته. ربنا يرضى عنك وعنه يا رب. وعن اخواتي. وتزقني وتوديني. بتبقى والله وانتي بس بتبقى في عز عياها وتقول لي اصبري يا طنط، اصبري يا بطه انا هاخدك في ايدي. بجد الله يبارك لك فعلا. ربنا يجازيك. وانتي بقى اتبسطت قوي 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 قوي، ربنا يخليك ويخلي كل اللي طلعنا. انا شفت 10 ايام اجمل ايام عمري النهارده،
النهارده تمت بيكي. والله بقينا ندعي كل يوم فنادق ما بيخشوش اي حد. والله سامعها لاهالينا ما صدقوش لما مين بيقولوا مش ممكن انت قاعده في الصفوه ولا في ال علينا بالاسماء لا قوي قوي مش الاسماء لا 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 مش الاسماء لا الحرم على طول ننزل حرم على طول عملنا العمره كمان على كراسي كلنا ما شاء الله يا حبايبي سبع كراسي ما شاء الله ما شاء الله جميله عقبال يا عبد الله ربنا يخليك ويخليك لينا يا رب وتبشرينا كده بالحج باذن الله ان كنت ما انا عايشه بركه قبل ما نروح معاك البرنامج مشاهدينا مره تانية. الحقيقه اصعب حاجه في الدنيا انه الواحد يعمل مجهود في حاجه وتفشل، زي الرجيمات، واحد يحاول يعمل رجيم اكتر من مره والعمليه تفشل بنجاح، يعني عمليه الرجيم ما تكملش معاه، ما يقدرش، ما يخسش، يتعب، يفقد الامل، الدنيا تسود في وشه وخلاص، يقولك انا هعيش طول عمري محبوس جوه الجسم اللي كله دهون ده، لغايه اما طلع مخرج للناس اللي فكرة الإرادة عندهم مش قوية قوي أو إن هما مش بيقدروا يكملوا أو بيتعبوا من الرجيم، طلع لهم مخرج مهم وكبير جدا وهو عمليات التخسيس أو العمليات الجراحية. والحقيقة هي كل سنة في تطور شديد، يعني من سنة غير من يعني من سنتين غير من 10 سنين غير دلوقتي. أنا بيشرفني معايا في الاستوديو دكتور محمد الفولي، مدرس جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، والحاصل على دكتوراه مناظير وجراحات السمنة والسكر وماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، وعضو الجمعية الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ومنظار البطن. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورني ومشرفنا الأستاذ إسلام يحيى، هذا الشخص السمباتيك أتمنى أننا نبص عليه. يعني طبعا عادي هو دخل وقعد وكده، إنما كانت الخضة كبيرة لما شفت الصور قبل، بس خلونا نخليها لكم مفاجأة. خلونا نسأل الحقيقة دكتور محمد الفولي، يعني اللي بيجولك دول ما عندهمش إرادة ولا مش عارفين يخسوا ولا الجسم مش متقبل الرجيم ولا إيه بالظبط، فبتقول له لازم عملية. بص أنت حضرتك أثرت نقطة وسؤال على فكرة حقيقة أنا معجب بيه جدا وحلو جدا. وناس كتير بتحكم على الناس اللي بتعاني من السمنة بشكل خاطئ تماما. هو دايما متخيل إن هو الشخص اللي بيعمل دايت وما خسش ده هو ما عندوش إرادة. الموضوع مش كده خالص. تمام. بالعكس هو عنده إرادة، إرادة قوية جدا 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 جدا. واكبر دليل على كده ان هو لما بيخس حتى مع العمليه بيحافظ على مكتسبه ده بكل قوه، هو عنده اراده ولكن غصب عنه. هي دي بقى النقطه اللي احنا لازم نحط تحتها الف خط. هو مش بمزاجه، هو عنده اراده. الشخص يا جماعه اللي عنده سمنة ده مش ما ينفعش نقول ما عندوش اراده ومش عارف يقفل بقه والتنمر ده ما ينفعش خالص. طبعاً. الشخص ده هو زي مرض زيه زي اي حد مرض. ما ينفعش اقول له مثلا اللي واحد جاله دور برد انت مش ملتزم وانت ما خدتش بالك عشان ما جالكش دور برد. حضرتك بتعتبر ان السمنه دي مرض زي دور البرد زي اي حاجه؟ انا كدكتور محمد الفولي، واي يعني هو الفكره مش انا كدكتور محمد الفولي، لا هو العلم بيقول ان السمنه دي مرض. السمنه دي مرض زيه زي اي مرض، هو ديسيز. المرض ده ليه تعريف، ايه يعني ايه السمنه، يعني ايه اسباب السمنه، عوامل كتير قوي بتسببها، الاسباب الحقيقيه استيل حتى هذه اللحظة under investigations، يعني بنبحث الأسباب الحقيقية للسمنة إيه وليه علاجها صعب جدا جدا جدا، إيه سبب انتشار السمنة الرهيب اللي في العالم كله النهاردة، هو الوباء الأول في العالم كله. السمنة بتسبب أكتر من 44 مرض لحد النهاردة، بنشوف الأمراض اللي بتسببها السمنة ونشوف ده بيحصل ليه. الجسم المقاومة العنيفة اللي بيقومها الجسم وده بيكون غصب عن المريض، هو مش بمزاجه، هو عنده إرادة بيحاول يخس
وطالع عينه ومتضايق جدا جدا من نظرة المجتمع ومن حياته اللي متلخبطة، وبيحاول ولكنه ما بيقدرش. ما بيقدرش مش عشان هو ما عندوش إرادة، وما بيقدرش لأن الظروف قوية جدا جدا جدا. الظروف دي اللي هو جسمه، الجسم خلاص دخل في سايكل او مرض السمنه. حضرتك احنا ما بنقدرش ننزل 3 كيلو يعني 3 كيلو دي بالنسبه لنا بتبقى صعبه جدا، فيعني الله يكون في عونهم يعني انه الموضوع صعب. لكن انا قلت انه في متنفس ومخرج، الحقيقه انه ثوره يعني في عالم التخسيس، وهو فكره عمليات بقى. صحيح. والعمليات اتطورت بشكل كبير جدا يا دكتور. صحيح. وما بقتش خطيره زي زمان يعني. صحيح. كنا ده داخل يعمل التخسيس، دلوقتي بقى يدخل ويطلع ودخل. بالظبط. دي عملت عمليه، الموضوع سهل اللي يعني. بقى العادي. بقى ده العادي ان هو اللي حد يخس كويس يبقى عامل عمليه. ده نتيجه لايه؟ يعني التطور ده حصل بقى ايه؟ التطور حصل فين؟ بصي الفكره كلها زي ما قلت لك، هي السمنه مرض صعب شويه في علاجه زي الورم بالظبط يعني. حتى هذه اللحظه الاورام مثلا ليه ملهاش علاج وليه دايما العمليات هي الحل؟ لان هي حتى هذه اللحظه السبب الحقيقي للاورام او للسمنه محدش يعرفه. مشكله السمنه ان هي مرض ليه عوامل كتير قوي، ممكن يكون وراثه، ممكن يكون الحاجه بتاع الجسم ضعيف جدا. ممكن يكون ان الجسم نفسه في زي ما قلنا في فيروس حديثا اكتشف اسمه ادينو فيروس هو اللي بيسبب السمنه. ممكن يكون اللايف ستايل غلط، ممكن يكون النوم غلط، ممكن يكون الاكل غلط، ممكن يكون مشكله في المعده ان حجمها كبير، ممكن يكون مشكله في الامعاء انها طويله والمساحه الامتصاص كبيره، وبالتالي العمليات بقى المخ شرها الاكل، وبالتالي العمليه الحاجه الوحيده اللي قدرت تشتغل على الجسم كله. هي وده الفرق بين الدايت وبين الادويه وبين العمليه. الدايت بيشتغل على الاكل بس، الرياضه بتشتغل على الحاجه بس، الادويه بتشتغل على سد الشهيه وحاجات معينه. انما العمليه بتقدر تشتغل على كل ده بمفعول قوي جدا. المفعول ده سيرجو ايه؟ سيرجو حاجه اسمها بيت الدق، المعده. المعده هي العامل الرئيسي المسبب لمشكله السمنه. ازاي؟ لو احنا شفنا الماكت ده، احنا عندنا معدتنا بتبقى بالمنظر ده كده خلاص. المعدة اصلا بطبيعتها صغيره. المعدة مع الوقت بتتمدد، بتوسع من واحنا صغيرين ولازم ناكل ولادنا كويس وكل انت ما اكلتش حاجه ولخبطه مره في الثانيه في الثالثه، المعدة وسعت وبقت كبيره. كل عملية في عمليه تجميع احنا صغيرين المعدة، بقت المعدة صغيره بس هي دي المعدة. فبالتالي رجعنا لنقطه البدايه. لا انا فاكراك هتشيل دي يعني، فاكراك هتشيل دي وتسيب لي الثانيه. معقوله اسلام معاكي بقى لو هو قال لك ان اكله قليل؟ لا الاول ده طبيعي، لان المعده ال 20% دي مع بعد سنه سنتين تبقى في رينج حوالي 30-35%، فيبقى عندي تلت المعده او تلت. هل بقى الجزء الصغير ده بيكبر؟ بيبقى بيتمدد بس ببطء شديد. ببطء شديد جدا. هل ممكن انا امدده بسرعه؟ لو انا رجعت لكل اللخبطه اللي كنت بعملها ومفيش فايده فيا، لا يبقى ده وارد انه يحصل، بس عمرها ما هيتمدد زي الاول. بس طب انا عايزه اسلام على الصوره كده يا جماعه بعد اذنكم، يعني هاتوا لنا صوره اسلام كده مع الدكتور وهم قاعدين من بعيد كده، لونج كده لطيف. اهو اسلام اهو، ممكن تنزلوا لنا الصوره على الشاشه الكبيره؟ لا في صوره تانية وهو قاعد بقى، دي الصوره دي مدمره اهو. اهو بصوا اسلام اهو على الشاشه وهو قاعد معانا بنفسه بس مش بشحم ولا لحم. بدون شحم ولحم اسلام اهو، بص وهو داخل اوضه العمليات والله داخل بتضحك وسعيد. هو جميل على فكره، شخصيه ومقبل جميلة. على الحياه. بص بقى دلوقتي بقى ايه. انت يعني انت مع اصحابك يعني، يمكن انت كنت ادخن حد في صحابك اهو. بص لطيف والله، هو بيضحك عامه. بص دلوقتي اهو. اسلام طيب هترجعوا لنا. اسلام والدكتور اهو دلوقتي، انتوا متصورين الصوره دي حالا شكلكم كده. ايوه طيب احكي لي بقى، انت ايه اللي خلاك تاخد قرار العمليه؟ هو طبعا ايه اللي خلاك واضح الصوره من الصوره واضح، انما انت بدات عملت ريجيمات قبل كده، احكي لي بقى يعني. هي الفكره ان انا عملت ريجيمات كتير جدا. حتى يمكن اول ريجيم عملته كان وانا في سته ابتدائي، يعني اخس وازيد اخس وازيد، والزياده بتبقى اكتر من الخسسان طبعا. بس وصلت لمرحله صعبه جدا، انا كان وزني 185 كيلو. ياه. ما عادش فيه 185 خلاص، داخل على 200 بخطة ثابتة. طبعا ممكن يجي لك سكر، ضغط طبعا، امراض كتير جدا. ممكن اسال عندك كام سنة؟ انا عندي 27. صغير خالص. طبعا مفيش حل، هتعمل ريجيم هتخس قد 40 50 كيلو، برضه انت لسه مريض سمنه ومعرض ان انت تزيدهم اكتر من الاول.
بس ربنا بقى على الدكتور محمد الفولي من السماء. انت خاسس كم كيلو؟ ربنا يخليك يا رب. 90. 90 كيلو؟ ده اخوك التوأم كان لازق فيك وشالوه صح؟ ده يعني شخص شخص بالغ كان على جسمك وتشال. طب قول لي بقى عشان انا هسأله بقى شوية أسئلة كده. في مضاعفات بعد العملية؟ يعني احكي لي بقى. بص هي الفكرة في حاجة برضه زي ما الدكتور محمد بيقول البني آدم عليه عامل. العملية مش كل حاجة. طبعا. أنت لازم تمشي على التعليمات اللي الدكتور بيديها لك. أنت ليك كورس فيتامينات في الأول بتاخده عشان ما يحصلش عندك أنيميا أو أي حاجة من دي. بعد كده أنت بتتأقلم على الوضع ومفيش أي مشاكل خالص. بدأت تخس بقى بمعدل قد إيه كل شهر؟ هو أول شهر مثلا خسيت حوالي 25 كيلو. بعد كده 10 10 10 اخر شهرين مثلا 8 او 8 كده. طبعا لان كل ما الوزن بينزل صحيح. كل ما طيب انا هقول لكم على حاجه الناس دايما تقولها، تقول لك طب ما انا هعمل العمليه وبرضه هعمل رجيم. طب ما اعمل رجيم من غير ما افتح ومن غير ما اعمل من غير ما اعمل عمليه، رايك ايه؟ وهاخد بقى الراي العلمي. والله الفكره مش انت يعني انت مش هتعمل رجيم بعد العمليه. انا باكل كل حاجه بس الكميه قليلة. يعني كمية قليلة بمزاجك ولا ما الميزة برضو اكيد الدكتور انك بتشبع. بتشبع لان يعني الدكتور وهو بيدبس المعدة او حاجة بيشيل الجزء المسؤول عن افراز هرمون الجوع. فانا كده كده ما بجوعش. شهوتك للاكل بتقل جدا. يعني عادي ما لو قدامك بشاميل محشي كل الكلام ده كله ما مستغرب نفسك يا اسلام؟ والله انا مش مستغرب بس مبسوط. لا يعني في شخص كان موجود قبل كده وانت دلوقتي شخص بتعتبر نفسك حد تاني ولا هي فعلا فعلا حياه تانيه. انت بتعيش حياه تانيه. كل اللبس اترمى بقى خلاص 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 بقى مش بتاعنا. بنطلونات بكل حاجه رحنا اشترينا من اول وجديد. بالظبط كده. حياه تانيه. حياه تانيه وعيشه تانيه ونفسيه تانيه كانك بني ادم جديد بالظبط. اتولدت من جديد فعلا ده حقيقه. انت متجوز؟ لا ده احنا هنعيش بقى وهنتنك على البنات بقى وكده هنعذبهم ونلوعهم والكلام ده مهند معانا. احكي لي بقى يا دكتور انا هسال حضرتك السؤال وترد عليا بشكل علمي. انه انا بعد العمليه لازم امشي على نظام ولازم امشي على رجيم فيقول لك طب ما انا وعلى فكره في ناس ممكن العمليات معاهم بس دول قليل جدا يعني ما بتنجحش قوي. فقولي دول مين اللي عمليه ممكن ما تنجحش معاهم وبرده فكره ان هو يلتزم بنظام صارم يفضل عايش عليه طول عمره. بصي اول حاجه فكره ان انا التزم بنظام صارم دي مش موجوده خالص. يعني اللي بيقول كده هو ممكن يكون بس مش فاهم. هو في فرق بين حاجتين، في فرق بين ان انا اعمل رجيم وفي فرق بين ان انا اكل اكل صحي. تمام. احنا دايما بنلخبط الاثنين في بعض. يعني اعمل رجيم يعني ايه؟ يعني انا باكل اكل صحي وكميات قليله ومحروم. في فرق بين ان اكل اكل صحي انا مش محروم باكل اللي انا عايزه بس عايز اغلب اكلي يكون اكل صحي. يعني ايه برضو كلمه اكل صحي؟ بالله الناس بتسال يعني ايه كلمه اكل صحي؟ مش دليفري. اكل صحي يعني اكل متوازن واكل يكون طازج وعلى قد ما اقدر يكون ما يكونش فيه نسبه دسم عليه. يعني ايه اكل صحي؟ اللي هو الاكل العادي اللي بناكله بس يكون وجبتي متوازنه فيها جزء خضار فيها جزء بروتين فيها جزء نشويات زي هو ده اسمه الاكل الصحي. بس احاول ان ما ازودش اكل بره البيت. ما يكونش اكلي مثلا كل الوقت باكل مثلا فراخ مقليه. ما كلش طول الوقت مثلا باكل حلويات. كل اللي انت عايزه كله هو ده الفرق. انت في الدايت الفرق بقى ايه بقى الحقيقي بين العمليه والدايت؟ بص الدايت انت لو لخبطت يوم او يومين بدات تاخدي سكه العوده للزياده المستمره. العمليه اللي لخبطت فيها حتى لو كتير هتثبتي مش هترجعي تزيدي تاني. ولما ما اكلك يظبط هتبتدي تنزلي تاني. هو ده الفرق بين الاثنين. انت مش بتمشي على دايت بعد العمليه لكن هو اسلوب حياه. تمام. اسلوب حياه ده عباره عن ايه؟ ان اكل يكون صحي الى حد ما ولخبط اوكي ما فيش مشكله وكل الكل اللي انت عايزه انك انت كده كده تاكل بكميات قليله. ومش تحس ان انت محروم. هي دي النقطه. الحاجه الثانيه لازم يبقى عندنا بقى اللايف ستايل يبقى اتحسن شويه، لازم نومنا يبتدي يتظبط شويه، الحركه بتاعتنا مجهودنا يزيد. هنا دي كلها عوامل مساعده لان زي ما قلنا هي السمنه مش عامل واحد. السمنه لخبطه في الاكل، السمنه الحاجه قليل، السمنه نوم متلخبط، السمنه يوم ما بفطرش وما بتغداش ووجبتي الاساسيه العشاء، كل ده العمليه هتغيره لك وهتجبرك على نظام صحي، بس انت لازم تساعد العمليه ان انت يكون سيستم حياتك كله مختلف، لان احنا
الجسم بتاعنا من اذكى ما يمكن، السوفت وير بتاعه من هنا لحد 100 سنه مهما اتعمل من ابحاث ومهما شفنا بكل، احنا النهارده العمليات لحد هذه اللحظه، لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دلوقتي، السبب الحقيقي ان العمليه بتنجح فيه في انقاص الوزن حتى هذه اللحظه ما يعتبرش غير معروف. ابحاث كتير بتطلع بتقول العمليه بتعمل كذا وثبت انها بتعمل كذا وثبت انها بتعمل كذا، وعمليه التكميم ثبت انها بتعمل كذا، وحد وستيل احنا بننفستجيت الموضوع عامل ازاي. النسبه الاكبر اللي هي بنتكلم 90% من الناس اللي هتعمل عمليات هتنجح معاهم وهيوصلوا للوزن المثالي وهيقدروا يحافظوا عليه. النسبه القليله جدا هي بنتكلم من 2-5% اللي ممكن يكون نزوله بطيء. وده ليه؟ اما حاجه من اتنين، اما هو فاهم مش فاهم العمليه صح، مش فاهم العمليه دورها ايه، وهو مصر ان هو ياكل حلويات بكميات كبيره. يعني واحد مثلا بيحط على كوبايه الشاي 5 معالق سكر وبيشرب 5 أو 10 كوبايات في اليوم، هتعمل له ايه؟ ما هو مهما عمل السكر ده. طب هو بتعمل كده؟ لا طبعا. يعني كنت كده وبقيتش كده ولا ايه؟ هي الفكره كانت عندي مش بسبب السكريات، بسبب الكميات الكبيره. بالظبط، كنت بتاكل كميات كبيره، عشان كده لما قلت الكميات خلاص الموضوع ومش حاسس انك محروم. لا لا باكل كل حاجه عادي. انما الناس اللي بتحب السكريات بيكون عمليه تحويل المسار افضل لهم. بس ستيل يعني لازم هو عمل عمليه ايه؟ تكميم؟ عمل عمليه تكميم. لازم يبقى احنا فاهمين ان العمليه ليها دور مهم وقوي جدا، وانا عليا دور. العمليه مش زي ريجيم تماما، انا ما بمشيش على ريجيم، انا باكل كل اللي انا عايزه، يمكن زي ما اسلام قال لحضرتك انا باكل كل اللي انا عايزه ولكن بكميات قليله وانا شبعان ومبسوط ومفيش عندي اي مشكله خالص. الفكره كلها ان انا محتاج اكون ملتزم، ان انا ما اكلش اكل دسم قوي، ما لخبطش كتير، والى حلويات يبقى مرتين في الاسبوع او 3 في الاسبوع بكميه انت بسيطة. حضرتك حكمت انه لا، هو يعمل تكميم مش تغيير مسار، لانه بناء على شويه اسئله له يعني. بالزبط. وعرفت ان هو ما بياكلش حلويات كتير. مش حلويات كتير، وبياكل كميه، الكميه دي العمليه التكميم بتقللها زي ما شفتي، المعده كانت كبيره صغرت. هو ده اللي بينجح المنظومه بقى. يعني مشكله الدايت ان المعده طول ما هي كبيره هي بتقبل كميات كبيره. هي دي جراحه ولا منظار؟ من منظار، كله بقى منظار. كان هو اكتر واحد يقول لك هو ما اعتقدش يعني هو يوم بعد العمليه او النقاهه كان شكلك ايه او كنت عامل هي الفكره. انا كمان عملت العمليه مثلا الساعه 10 بالليل، الساعه 12 كنت مخلص كل حاجه تمام وفقت. اول ما فقت، بعد ما فقت ب 10 دقائق بالظبط، كنت بتمشى في الطرقه بتاعه المستشفى عادي، مفيش اي مشاكل. تعب شويه بسيط، بسيط، مش زي الم الجرح او الفتحه. لا لا خالص، الفتحات الفتحات بتستحملوا فتحات؟ احنا اللي بنستحمل صغيره جدا. احنا يفتحونا وينزلوا مننا عيال وكده، انما انتوا يعني تستحملوا. فالمنظار بس دي حاجه يعني ثوره علميه رهيبه. صحيح. لانه انت بتقطع. طب يعني المعده دي لما الجزء الكبير ده اللي انت قطعته وشلته ده بيخرج من الحته بتاعت المنظار خلاص، بتبقى حته جلده بقى زي البيبي كده، زي البيبي لما بيطلع. احنا اول حاجه بندخل بصمام دباسات، الدباسه بتحط 6 صفوف وتفصل في النص. احنا كان بقى عندنا تقنيات موطوريه جدا، حاجه اسمها الجي اس تي سيستم، ده سيستم متكامل من دباسه ودبيس بتقفل المعده بشكل محكم جدا. احنا بعد ما بنخلص المعده اصلا بتبقى متثبته في منديل البطن هنا. احنا بعد ما نخلص المعده اتقفلت اهي كويس، بناخد منديل البطن نعيد تثبيته في المعده من جديد، فبيفردها بشكل طبيعي. معده عاديه خالص زي المعده ولكن حجمها اصغر شويه. فده بيدي سيفتي، امان عالي جدا في العمليه. تقنيه المنظار النهارده بقت تخليك ما تحسش ان انت عملت عمليه. ليه؟ انت احنا عندنا حاجه مفهوم اسمه مينيمال انفيزيف سيرجري. النهارده الجراحه كلها بتنحصر في فكره المينيمال انفيزيف، يعني ايه؟ ازاي نعمل اقل تدخل من غير ما الشخص يحس انه عمل حاجه خالص، نوصل الهدف بتاعنا ونطلع. خلصنا العمليه، نتكلم بقى عن حاجه اسمها الانهانسد ريكفري افتر سيرجري، ان احنا ازاي يبقى عندنا في حاجه اسمها الافاقه السريعه. يعني ياخد بنك معين بنقول يعني احنا النهارده مثلا ما عدناش بنحط درانق بعد العمليه. بنشرب ممكن بعد العمليه ب2-3 ساعات، يمكن احنا وقت اسلام كنا ممكن نشرب بعدها ب10 ساعات ونحط ممكن نحط درانق. النهارده احنا بايدنا بنقلل التدخل بحيث الشخص ما يحسش انه عمل حاجه خالص. في جهاز مجهز تسكين الالم بنحطه ما يخلوش يحس باي وجع تماما، وهو اللي بيتحكم في جرعه المسكن. بساعه او زي زرار متوصل هو اللي هو بيدوس عليه. فالنهارده كمان احنا بندور على تطور ان احنا ازاي نبقى العمليه مينيمالي انفيزيف باقل تدخل في 3 فتحات صغيرين ما لهمش اثر لان هم اقل من سنتي. بنعمل العمليه، بنحط جهاز تسكين الالم ما نحسش احنا عملنا اي حاجه، بناخد ادويه معينه في البنج عشان ما نحسش ان احنا خدنا تخدير خالص. طب بالنسبه للترجيع، الناس كنا زمان نسمع انه لا، اصل العمليه فلازم تقوم بعد ما تاكل تقوم ترجع وترجع اهو إيه قدامك مثل هيبقى فده حاجه يعني بقيت اقول يعني دي حاجه صعبه.
الكلام ده مش حقيقي. بص حضرتك يعني الكلام ده غير حقيقي على الاطلاق. بص احنا المعده اول حاجه تقنيه العمليه نفسها واحنا بنجريها، لو انت شفت المعده على فكره احنا عشان نصممه عملناه كذا مره. بص المعده فيها جزء عامل زي زاويه حاده كده، ده لما نيجي نصغره لازم يكون واسع. بص كده المعده شكلها انسياب ازاي. الجزء ده لو احنا صغرناه، لو احنا صغرنا الجزء ده وده ضيق، هو احيانا بيعمل موضوع الترجيع. الحته الصغيره دي تاخد محشي يا اسلام؟ لا هو ثلاث صوابع او صابعين. ثلاث صوابع او صابعين بالكثير يعني. وخلاص وتشبع ومرضي. مرضي جدا. ماشي. فتقنيه العمليه ليها دور. المفروض ان انا لما بعمل عمليه تكميم انا مش برجع نهائيا غير لو انا زودت في الاكل، لكن العادي انا ما برجعش خالص. طيب انت ايه؟ احكي لي. انا ما افتكرش ان انا رجعت غير مره واحده بس. في مره اللي هي اول ما فوتت من البنج اللي هو العادي بتاعي. يعني انت عمليه بيبقى فيه ممكن يبقى فيه ترجيع شويه، لكن تاني يوم خلاص. لا خلاص انا مره واحده بس كانت حصلت معايا وشربت بقى ميه على الاكل بس. دي اللي حصل كده. يعني مش نفسك تاكل لا خالص خالص، يعني مش فارق معاك. هو هقول لحضرتك برضه على حاجه، برضه البني ادم نظرته للحاجه اللي بتضر بتتغير بعدها. يعني انا عارف ده هيضرني وهيرجعني تاني عيشه تانيه او حياه تانيه، لا انا مش عايز ارجع يعني، فرحان بالخطوه عايز احافظ عليها. لازم احافظ على الخطوه. اللي جرب بقى على فكره هو الكلام ده ليه سند علمي. العمليه برضو اكتشف ان هي بتعمل حاجه اسمها تشينج في الايتنج بيهيفير، يعني بتغير سلوك الانسان في الاكل. يعني ممكن هو قبل العمليه بيحب احيانا حلويات، يعني في ناس كتير بقى بتحب الحلويات بعد عمليه ليه ما بقاش يحبها، يقفل منها وما تحبهاش. بيحب الاكل الدسم والفراخ المقليه مثلا، يجي بعد العمليه لا بيحب الحاجات المسلوقه اكتر. المكتسب اللي وصل له هو ما عندوش استعداد يتنازل يعني سنتي او خطوه واحده يرجع لورا في اللي هو وصله. فهي دي العامل النفسي اللي بيكون ليه دور مهم. احنا كمان عندنا في النهارده بنطبق مفهوم جديد حاجه اسمها المالتي بلينري تيم. يعني السمنه زي ما ليها عوامل كتير بتسببها، العامل النفسي، عامل الاكل، عامل الرياضه. النهارده احنا جمعنا كل التيم اللي بيعالج العوامل دي، يعني بس احنا عندنا في الشخص اللي بيعمل عمليه بيدخل في منظومه حاجه اسمها المالتي بلينري تيم. في دكتور تغذيه لازم بيتابع معاه، دكتور نفسيه بيأهله قبل وبعد العمليه، اللايف كوتشنج والبيرسونال ترينر، التمارين اللي ممكن يعملها ايه عشان جسمه يكون مشدود، عشان دايما احنا هدفنا كل ده انكلودنج فلوس اللي عاملها يقعد بقى ياخد كل شويه. دكتور نفساني ودكتور كله شامل. جميل. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني. دكتور محمد الفولي مدرس جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، واسلام يحيى الناجح بجداره في يعني انقاص وزنه 90 كيلو بعد عمليه تكميم. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني. بشكركم مشاهدينا ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه